اليوم بدي اعرفكم على بزنس زغطور عمره 11 سنة. غنوة وقمر اللي هن ام وبنتها اللي عملوا كوكيليشس. Okay, we start with around 400 cookies a day, but okay. we bake them gradually. كمان يضلون عم يطلعوا fresh لكل الزبونات. Okay. So اللي عم نعمله هلا نحن حنعمل cookies fresh, start to finish. Okay, شو حنبلش؟ أكيد دائما منبلش بالsugars. Okay, dry ingredient. So منبلش بالbrown sugar and white sugar. Okay. بعدين سكر ابيض and اكيد مع زبده اوف حبلش بس شيل الكوانتيتي الكبيره هيك بعدين امسحهم كلهم هلا حنخلط كثير مهم مثل كانكم عم تشتغلوا بالبيت اذا عم تعملوها بدكم تنزلوا عن الطرف دائما ترجعوا تعيدوا العجن لحتى كل شيء ينخلط مع بعض هلا حنزيد فليفرينج حنزيد البيض الصوت كثير ساتيسفاين فانيلا وملح يس اوكي سو مور فليفرينج هلا حنزيد الطحين هالكمية صغيرة كتير 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 لأنها كبيرة حنزيدها على مرحلتين صح هولي ذا اوريدي ماجود اوت مش انه انا هلا عم بعمل فل ينس اللي هو بيزكلي اللي بتعرفوه ببيكنج باودر Soda. Oh, baking soda. هيدا التريك فيكم تعملوها بالبيت ما بعرف حتى ما يطير الطحين شمال ويمين. بآخر فيز اللي هي تشوكلت شيبس. So satisfying. هاي اخر ميكس وخلص سو هلا حنبلش سكوب دماء البيكنج هلا مندوب قصة كبيرة انا ممكن اتروق واتغدى واتعشى كوكيز باي ذا واي ذيس ذا فاكت وهيدا اللي شايفينه 42 نوع كوكيز بوب كورن بريتزلز وسالت كام كوكي مع بوب كورن وبريتزل اوش هاي ريد فيلفت كب كيك مع نوتيلا واو هون عندهم اورانجمون شوكولا لكل المناسبات تبعولكم واذا بدكم تجيبوا شيء مهضوم هيدا الشهر عرفتوا لوين تجوا ليكم مهضوم اوكي سو هيدي الجيفت كورنر هلا بقلكم شو بتعملوا فيها حسب المناسبه اللي عندكم مثلا هيدي بيرثدي او فالنتاينز او فالنتاينز بتاخذوا البوكس من هون تبقى بسليف بصير عندكم جيفت نايس